مرحبا عبر شاشة هواكم تي في. يوم عن يوم عم نتعرف على بعضنا أكثر وأكثر، وشوي شوي صار برنامجنا عم يحجز موعد ثابت لإله بين مواعيدكم. أغاني، أخبار وسوشيال ميديا ونصايح وغيرهم وغيرهم من الفقرات كثيرة والغنية ببرنامجنا، كلها صارت جاهزة وناطرة بس إشارة مني حتى تصير قدامكم على الهواء. لهيك سوا أنا وإنتو بنعطي الإشارة لفقرة أخبار على هواكم. نشرت النجمة شيرين عبد الوهاب صورة لها على حسابها على تويتر وفيسبوك مع والدتها، وعلقت عليها وكتبت ماما حبيبتي، وهيدي المرة الأولى يلي بتنشر فيها شيرين صورة لوالدتها، ومن الواضح الشبه الكبير بينهم. ومرة لما سألوا شيرين إذا خضعت لعملية تجميل، وخبرت إنه مرة سألوا طبيب التجميل نادر صعب عن شيرين، وقال إنه تطور شكلها هو نتاج عوامل وراثية، وقالت أنا ورثتها عن أمي، وقالت كمان إنه هي بتلاقي حالة بتشبه أمها مع خدودها المرفوعة وشفافها المعبيين. وظهر الشبه أكثر من بعد ما ولدت شيرين بنتها مريم، ولكن أكدت أنها مش ضد إجراء عملية تجميلية إذا كان منخارة أو دينية بالشعين، وقالت أنه العالم عطانا هيك فرصة فليش لا، وقالت أنها ندمانة على تغيير أسنانها. أما بالنسبة لشعرها فهي معروفة بجرأتها بالقص، ما بتحب تضلع على نفس اللوك وبتحب التجديد دايما. على كل حال التجديد مش بس بشكلك يا شيرين، حتى بفنك. أعلنت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي أنه فيلم أنبروكن يلي أخرجته ويلي بدور حول عداء أولمبي أمريكي سقط أسير بالحرب العالمية الثانية أعطيها معنويات كبيرة ساعدتها كأم، وكان المئات من معجبين جولي بانتظارها قدام دار السينما بسيدني بأول عرض عالمي لتاني فيلم من إخراجها. بتدور أحداث الفيلم حول العداء لويس زامبريني يلي ضل 47 يوم على طوافة نجاة بعد ما تحطمت طيارته بالمحيط الهادي قبل ما يأسروا اليابانيين، وظل أسير لمدة سنتين. وقالت جولي كأم وكشخصية بتشتغل على المستوى الدولي، كنت بحاجة لأنه أتعرف بحياتي على شخص مثل لويس زامبريني لأعرف أنه في أمل بالحياة، وقالت أنه لازم نتذكر هالشيء ونتمسك فيه لأنه هيدا يلي بيساعدنا على اجتياز كل الصعوبات، وهيدا يلي ساعد الناس في أصعب الأوقات. الزميلة هدى أزي بمجلة الشبكة سألت الشاعر اللبناني سمير نخلي سؤال حول إذا ما كان من المفترض ألبوم يارا يحمل أغنية من توقيعه، فقال إذا كان القصد عن أغنية ديو العالقة بين يارا ووائل فهالأغنية كتبتها من 8 سنين وهي موثقة بتاريخها، وتابع وقال هني بدن الأغنية وحطوا أصواتهم عليها بس ما بعرف شو يلي معلق، وعن مستحقاته قال إنه ما قبض عليها، وأكد إنه بينه وبين طارق أبو جودي وحدة حال. خيشو حلو والله يديم الوفق. دخل نجل الفنان فضل شاكر محمد لعالم الغناء فسجل مع أول أغنية بصوته حملت عنوان راحوا، ونشر محمد شاكر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي مقطع من الأغنية يلي بيظهر فيها صوت محمد شبيه كتير بصوت بيو فضل شاكر، بس بيبقى السؤال هل رح بيسمح فضل شاكر لابنه محمد أنه يدخل لعالم الغناء من بعد ما أكد أكثر من مرة أنه الفن حرام؟ ما علينا إلا ننطر. عبر الفنان هاني شاكر عن سعادته بقيام الدولة المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عرض بعض الأفلام يلي تخدج الحياء بمصر على حد تعبيره، وطبعا هو عم يقصد فيلم حلاوة روح للفنانة هيفا وهبي، كونه الفيلم الوحيد يلي منع عرضه بالفترة الأخيرة من الصالات بسبب تضمنه بعض المشاهد يلي اعتبرتها النقابة جريئة. وحديث هاني شاكر كان رد على سؤال عن رأيه بيلي عم بيعانيه الوسط الفني من انفلات بلقاء قصير معه على مش مشاركته بمهرجان الموسيقى العربية يلي صار مؤخرا بدار الأوبرا المصرية. يعني قصة الفنان أحمد عز وزينة ما رح تخلص، بظل انتظار الفنانة زينة أنه يعمل أحمد عز بتحليل الحمض النووي حسب ما أمرته المحكمة للتأكد من نسب التوأم، ولكن قام أحمد عز بالمقابل برفع دعوة قضائية جديدة فاجأ فيها زينة، الدعوة يلي رفعها ضد كل من نسرين رضا إسماعيل شقيقة زينة وكل الشهود يلي استعانت فيها واتهمتهم بالشهادة بالزور بالدعوة، وكل هالشي وأحمد عز بعد ما عمل فحوصات الحمض النووي. يعني كل يلي بنتمنيه انه تخلص هالازمه على خير، مش كرمال حدا انما كرمال الاولاد.
عم يتحضر الفنان ريان لافتتاح نادي ليلي بمنطقة الكسليك جوني لبنان، وكمان مفترض انه يطرح ريان قريبا بال 2015 ألبومه الجديد بعد غياب 5 سنين، ورح بيضم اغنيتين لسوريا ولبلاد الشام. ريان يلي كرمته مؤخرا جامعة الاي يو ال احيا كمان حفلات ناجحة بتونس بعد ما اهدى الشعب التونسي اغنية تونس يا تاج العرب، وهي كلمات والحان وتوزيع وغناء ريان، وتم تسجيلها باستوديو بسام قانون. ريان مبروك السي دي الجديد ومبروك للنايت كلاب. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر خطوبة الفنان الفلسطيني محمد عساف من صبية من مدينة نابلس اسمها زين المصري، وهي خريجة كلية الاقتصاد، وظل الخبر بين النفي والتأكيد لحتى قامت جريدة المصري بحسم الموضوع ونشرت صور حفلة الخطوبة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. الصورة بتجمع الخطاب وعمه رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري. مصادر مقربة من عائلة المصري أكدت الخبر بتصريحات صحفية، وكان محمد عساف تعرف على خطيبته لما كانت بصحبة عمه رجل الأعمال منيب المصري يلي بتجمعه بمحمد علاقة قوية. ألف مبروك وعبال الفرحة الكبيرة. تحدثت الممثلة وملكة جمال لبنان السابقة كريستينا سوايا عن انفصالها عن زوجها الإعلامي توني بارود، وقالت كتار يلي تعاطفوا معنا نحن الاثنين، وبالمقابل كان في انقسام بالرأي. طالبت بالبداية من الناس انه يحترموا يلي صار وما يوقفوا طرف مع أي حدا منا، وبالنتيجة نحن انفصلنا باتفاق واحترام، والسبب يلي وصل لانفصالنا بيبقى ملكنا نحن بس، بالنتيجة نحن اخترنا بعضنا بيوم من الأيام ومضينا سنين سوا، فما بيصير انه نسيء لبعضنا أو نبهدل بعضنا. وأضافت سوايا: وصلنا لمرحلة لقينا انه في تباعد بوجهات النظر واختلاف كبير، فكان الاتفاق انه نوضع حد للعلاقة حتى ما نعيش كذبة. وتسألت ليش في ناس ما بتقبل هالواقع بالمجتمع، ليش بدي كذب وعيش واقع معين لارضي المجتمع، ونحن بدورنا ما بنريد الا نكون مبسوطين، ونحن ما بنريد الا انكم تكونوا مبسوطين وموفقين يا كريستينا ويا توني. بيطلق الشاعر الغنائي دكتور علي الغامدي مفاجاه فنيه جديده مع الفنان الخليجي نبيل الشعيل، وهي اغنيه بالبوم الشعيل المقبل من كلمات الشاعر الغامدي بعنوان كل الناس، وهيك بتوج الغامدي سلسله نجاحاته المتواصله خلال هالسنه، ويلي شهدت اطلاق مجموعه كبيره من الاغنيات مع عدد كبير من النجوم العرب. وعن هالتعاون بينه وبين الشعيل بيقول الغامدي: سعيد كثير بانضمام اغنيتي كل الناس لمجموعه الاغاني المميزه بالبوم الفنان القدير نبيل الشعيل يلي عرف بالخليج بمساهمته بصنع النجوم الشباب المبدعين من فترة طويلة. وعن الأغنية قال الغامدي: العمل من ألحان الملحن الكويتي الشاب محمد غازي يلي بتوقع له مستقبل كبير بالأغنية الخليجية، ومن توزيع المبدع مدحت خميس. كلنا أكيد ناطرين العمل. كل متابعين شاشة هواكم تي في بيعرفوا قديش أهمية الموسيقى والأغاني على شاشتنا، وقديش بنحرص إنه دايما نعرض آخر الأعمال والكليبات الجديدة. شو كان في أعمال جديدة على شاشة هواكم تي في هالأسبوع؟ منشوف بفقرة شو في هواكم. الأسبوع الماضي كان في كليب واحد بس طل جديد على شاشتنا، بينما هالأسبوع يبدو أنه النشاط أفضل. 3 أغنيات جديدة لـ3 نجوم بنحبهم كتير. أول كليب هو لأغنية محمد عساف لوين بروح من كلمات الشاعر أحمد ماضي وألحان زياد برجي، والكليب من إخراج جاك مولدر. عذابك من باللي شو بدك. تاني أغنية طلت علينا هالأسبوع أغنية وطنية للفنان جوزيف عطية من كلمات إيميل فهد وألحان يحيى الحسن وتوزيع داني حلو. سامح وتفتح قلبك بحبك والما بحبك عم تحضنهم مثل البيول. أما تالت وآخر أغنية جديدة على شاشتنا هالأسبوع هي أغنية سليم عساف الرومانسية إذا فيك من كلمات وألحان وغناء سليم عساف. شوي خليني اشعر فيك، بعرف صعب حكايتنا ورح ننوجع نكملنا.
بذكر لما كنا بالمدرسة كنا نتسابق بالعلامات بالصف، بالركض بالملعب، بمين بده يكون لابس أجمل شيء بآخر يوم مدرسة. قولكن كمان الأغاني بيفكروا وبيتصرفوا مثلنا؟ ما بعرف، بس اللي بعرفه أنه كل أسبوع في 10 أغاني بيتسابقوا بين بعضهم، هدف بعض الأغاني أنه يكونوا بين العشرة، بس غير أغاني هدفهم يكونوا المرتبة الأولى. شو هي هالأغاني ومين وصل للمرتبة الأولى هالأسبوع بتوب 10 عهواكم؟ بتراجع مرتبة واحدة من بعد ما كانت الأسبوع الماضي بالمرتبة التاسعة، تحتل هالأسبوع المرتبة العاشرة أغنية حبيت التوت للفنان وفيق حبيب. قعد هي محلاً أحلى منك، عم قلك وزيادة جديد هالأسبوع على سباق الأغاني، ومباشرة على المرتبة التاسعة أغنية لوين بروح لنجم عرب آيدل محمد عساف. المرتبة السابعة بتتراجع هالأسبوع مرتبة واحدة أغنية السوبر ستار راغب علامي أنا اسمي حبيبك بالمرتبة الثامنة. أنا اسمي حبيبك من اليوم ده نصيبك، إذا أنا عمري ما سيبك لا لا ولا ثانية، يا حبيبي يا غالي ما تريح بالي، بحبك قولها لي يلا نعيش الدنيا خليها على الله حبيبي. أما المرتبة السابعة هالأسبوع تلتها أغنية الفنانة يارا من بعد ما كانت الأسبوع الماضي بالمرتبة السابعة يا عايش بعيوني. شو باكي للفنان فادي حرب كانت الأسبوع الماضي بالمرتبة الثامنة، تتقدم هالأسبوع مرتبتين لتصير بالمرتبة السادسة. أهيديك الأيام راحت الله يرحمها، راحت الله يرحمها، شو باكي شو باكي قلبي من وراكي، شو باكي شو باكي قلبي من وراكي، عم تدعي علي انساكي من تمك لباب السما، من تمك لباب السما، شو باكي شو باكي
دخلت الأسبوع الماضي على سباق الأغاني وكانت بالمرتبة السادسة، تتقدم هالأسبوع لتصير بالمرتبة الخامسة. أغنية مروان الشامي يا سعدي. سعدي قاطف أجمل وردة، يا سعدي يا سعدي قاطف أجمل وردة، هالليل وقعد وصرت بيدي ومن يدي ما بطير، العظيم الشامي لو مش ما طاير، بجنة بموت بهد بيوت ولا ما بدي إلى الفنان عاصل حلين، تتراجع مرتبتين هالأسبوع لتصير بالمرتبة الرابعة وهي ودي. من بعد ما تراجعت الأسبوع الماضي مرتبتين، بترجع هالأسبوع لتتقدم مرتبة أغنية الفنانة ديانا حداد حبيبي مصري. الأسبوع الماضي كانت بالمرتبة الثالثة، عم تتقدم مرتبة وحدة هالأسبوع لتحتل المرتبة الثانية أغنية ومين اختار للفنانة شيرين. ومين اختار يعيش حياته، مين اختار يحب مين، يومين وياك حبيبي فاتوا يومين حلوين حنينين، عايش أنا عمري مرة واحدة ومثل الأسبوع الماضي الأغنية نفسها بعدها متربعة على عرش التوب 10 لهالأسبوع بالمرتبة الأولى، بعدها محتلتها أغنية نانسي عجرم يلا. فألف مبروك نانسي عجرم المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي. هادي بليز ما تفل، بعرف انك عم تسمعني. يا عيب الشوم، ما عندك تويتر؟ اوف شو متاخر، ما عندك صفحه على الفيسبوك؟ لا ما بصدق، ما في انستا؟ عم هلكن يا جماعة، مش عيب شخص ما يكون إن بالتكنولوجي أو بالسوشيال ميديا، لأنه ممكن يكون متكل علينا تننقل له كل شيء عم بيصير عبر فقرة دوت كوم. على هواكم منتبعها سوا. هالأسبوع كان في لفتة حلوة كتير من الممثلة لورين قداح، وهو إطلاق هاشتاغ خاص لحملة بتشمل كل إشارات السير وهي بعنوان اللبيب من الإشارة يفهم، وهالهاشتاغ أطلقته كمان ضمن حملة تانية مع إدارة السير بعنوان هيني ويروح وما يرجع، وكتار من الإعلاميين والفنانين شجعوا لورين على هالخطوة. ورد الخال عيدت الإعلامي الدكتور جمال فياض على تويتر وقالت له بعتذر على التأخير بس البشاعة عم بتزيد من حدنا. أما رويدة عطية أطلعت جمهورها عن انتهائها من تصوير حلقة تلفزيونية ببيروت ووعدتهم إنها تخبرهم عن وقت عرض الحلقة.
الفنانة أصالة بيظهر إنه حزنها بعده كبير على خيا بالرغم من الخلافات يلي كانت بيناتهم، فكتبت على تويتر بما معناه إنه الله يساعدني على المشاعر المتضاربة يلي عم بشعر فيها، وقالت كمان إنه ما بحياتي تخيلت إني رح بشتقله هالقد وكأنه ما تفارقنا ولا يوم. أما هيفا وهبي كتبت على تويتر للإعلامي توني خليفي: شكرا على احترامك ودفاعك عن كبار لبنان، صباح وسعيد عقل من حملة الإساءة والاستهزاء بحق عظماء من بلادنا. شخصية فنية جديدة انضمت لعالم السوشيال ميديا وهو الفنان أسامة الرحباني، والكل شجعوه على هالخطوة، ونحن منقلك أهلا وسهلا فيك وناطرين دايما أراءك. أما أكتر هاشتاج هالأسبوع انحكى فيهن فكانوا MTV Stars، هاشتاج MTV Stars، هاشتاج يا مرسيل اسأل حريري، هاشتاج تيكس ويش، هاشتاج صباح، هاشتاج وورد ايدز داي، هاشتاج احميها ما تعنفها، هاشتاج تكس سانتا 24، واخر هاشتاج من هويتي. مثل دايما بقلكن اذا عبالكن تعرفوا عن شو بيحكي كل هاشتاج ما قلكن الا تزوروهن وتكتشفوا بذاتكن. الحلقة الماضية حكينا فيها بمواضيع كثيرة عن أزياء وألوان هالشتوية، بس موضوع الموضة ما بيوقف بس بالتياب، لهيك مكملين بعد لحظات مع أخصائية الموضة نادين شهاب الدين، فخليكن معنا. نادين اهلا وسهلا فيكي مره جديده ببرنامج عا هواكم. بالحلقه اللي مضت حكينا عن اخر صيحات التياب والموديلات والالوان، ولكن هالمره خبرينا اخر صيحات الشعر والميك اب لهالسنه. يوم الميك اب والشعر كثير لهم دور كبير، يلعبوا دور اساسي باطلاله المراه. اكيد في موضه بتتغير من سنه لسنه، بس الاهم دائما انه نعرف شو بيلبق لنا. مثل اليوم الشعر القصير انه كتير تراندي وموضة وهيك، بس ما فينا نعمل الشعر القصير لأي سيدة تقدر تعمله، ولا كمان الشعر الطويل يلبق مع أي سيدة. سو اليوم نكون كمان أهم شيء محافظين على شخصيتنا وعلى شو بيلبق لنا أكتر شيء، ودايما بنصح بتطلي السامبل. أكيد. طب شو الفرق بين الميك أب لسهرة وميك أب لظهرة، يمكن ميتينج غاذرينج، او لظهره بالصبح الظهر؟ اكيد في فرق كثير كبير بين ميك اب الليل وبين ميك اب النهار، بس كمان لازم اليوم نضلنا محافظين على ابراز جمالنا الطبيعي. يعني حتى لو كان بالليل بدنا نعمل ميك اب كثير قوي لجراند سواري، نضلنا بنشبه حالنا. اليوم احلى شيء نحافظ على جمالنا الطبيعي مع تاتش صغير لابراز هالجمال، بس طبعا كل سيده بدها تعمل شو بيلبق لها وشو بيمشي مع شخصيتها وللمشوار اللي هي رايحت له. ميك ابي انا احمد، احمد شو رايك فيه؟ كثير حلو الميك اب تبعولك، واللون الروجي كثير ترندي اليوم. بدنا نحكي انه اذا بدك اليوم الالوان الروجيه الغامقه كثير حلوه، بس بدها تكون بطريقه رقيقه محطوطه، مش اللي سميكه اللي كانت زمانها تكون سميكه وماد. نادين، نحن بنحكي دايما عن الدارج وشو المش دارج وشو المقبول وشو اللي مش مقبول. شو الشيء اللي مش مقبول؟ المش مقبول انه اليوم الست ما تعرف شو بيلبق لها وشو بيناسبها. في ناس كثير بيوقعوا بهيدي المشكله وبيعملوا اي شيء لانه على الموضه بدنا نكون. اليوم اذا الست ما بتعرف، مش غلط ولا عيب انها تسال اختصاصيين بهذا المجال او خبراء تجميل على حسب الكيس، اذا كانت رح تعمل شعرها او تلبس تغير لوك او تعمل ميك اب. مش مقبول انه وحده تعمل شيء ما بيلبق لها ولا لشخصيتها، او تكون مجرد عم بتقلد شخصيه معينه. حتى في سيدات يمكن بيلبقوا الميك اب مثلا لابسين اخضر، بيلبقوا الاي شادو اخضر. كثير غلط، كثير غلط. اليوم ما انه موضه ولا نكون لابسين ولا الساك ولا الباج نفس الالوان تيب. نفس الشيء بالنسبه للميك اب، بدنا نعمل شيء يكون ماتشينج ويكونوا يلبقوا لبعض، مش ضروري يكونوا مثل بعضهم. اهم شيء مثل ما عم بقول لك دائما نكون نشبه حالنا. شو النصيحه اللي بتحبي توجهيها لكل اللي عم يتابعونا هلا؟ بحب اوجه نصيحه اكيد الصبايا بالذات كمان، انه يحبوا حالهم ودائما يكونوا هن، يحافظوا على نضاره بشرتهم، يعملوا سبور، يشربوا مي، لحتى يكونوا محافظين دائما على لوكهم ويتبعوا الموضه، بس الموضه اللي بتلبق لهم، بشكل انهم يضلون هن ذاتهم. ودائما دائما بقول انه خلي البسمه مرسومه على وجوهنا. طب بس خبرينا شو الالوان اللي دارجه هلا بالميك اب؟ بالميك اب اليوم اذا ما نحكي بالميك اب بالذات، ما في شيء اسمه كثير دارج. اليوم العيون شو بيلبق لها؟ اليوم اذا حكينا عن السموكي ايز مثلا، شوي تغيرت عن الدارك ايز اللي كانوا يكونوا كثير غامقين. اليوم فينا نعمل سموكي ايز بس بدرجات الوان فاتحه تدريجيه على
سموكي. نفس الشيء الايلاينر، اليوم كثير دارج الايلاينر بس حسب الايفنت اللي رايحينه. اما الروج عليف اليوم كثير دارج الالوان عم نشوفها الغامقه اللي مثل اللون اللي حاطتيه او اغمق شوي او على بوردو اكثر. نادين بدي اشكرك مره ثانيه لحضورك بالبرنامج، واكيد الحديث معك ما بينشبع. مشاهدينا دقائق قليله وبنرجع لكم. اختار الاشخاص يلي عم بحبوا فقره رايك على هوانا، لدرجه انه في احد الاشخاص حملني رايه وطلب مني اني اقوله بالفقره لانه عبالي اقول شيء بس ما عم يتلاقى بفريقنا، بس انا بدي اعتذر ما رح اقدر لانه هيدي فقره لإلكن وحدكن وانتو بس بتقولوا رايكن فيها. شو راي الاشخاص يلي تلاقينا فيهم هالاسبوع بفقره رايك على هوانا؟ يعني بحب الفوتبول اكثر ما بحب قد امي وبي، نجماوي للموت. بروح حبيبتي كرمال ماتش. ممثل ما بحب العب دور ممثل لانه اصلا ما بحب امثل بحياتي الطبيعيه صراحه. هوايه وحده بحياتي هوايتين، اولادي يكونوا منيح ووطني يكون سليم. احلى ذكرى لما ما كنت عايشه بلبنان. دائما في شيء، يعني مش ما في شيء ان بارتيكولر، دائما في شيء بضحك. أراءكم هي ملككم وحدكم وما تسمحوا لحدا يغيركم رأيكم، وخاصة بالأشياء اللي مقتنعين فيها والأشياء المبدئية. أكيد آراء كتير بعدها عم بتسجلها كاميرتنا ونحن عم نعرضها بكل حلقات، وكاميراتنا هلأ كمان صاروا حاضرين نستقبل ضيفنا النجم ربيع جميل بفقرة هوانا عهواكم. لما منحب أغنية من أول مرة منسمعها هيدا بيعني إن أغنية ناجحة، فكيف إذا كان أغاني حبيناهن من أول مرة سمعناهن فيها فهيدا بيعني إنه فنان ذكي وناجح. أهلا وسهلا فيك فنان ربيع جميل، كيفك؟ منيح الحمد لله. شو بتفضل نقلك، فنان ناجح أو فنان ذكي؟ الاثنين. الاثنين. ليش لهلأ ما شفناك بتعاون إلا مع فارس اسكندر؟ لأنه ما حدا قدم لي شيء جديد. أطول أنا مثل ما بتسمع الاغاني اللي بقدمهم على طول افكار جديده، شيء حلو هيك مهضوم، فما حدا قدم لي اللي انا بدي اياه، سمعت كثير بسمع من الكل انا. اذا حدا قدم لك شيء حلو اكيد اكيد سمعت، ما تقدم لي موضوع جديد، بحب المواضيع الجديده. انت موهبه حقيقيه بس تاخرت لحتى بينت موهبتك، ليش؟ الظروف، لانه اول شيء انا منتج لحالي. وبتعرف الانتاج صعب منه هين، ما بحب فوت لابي شركات انتاج، كنت قبل وفضلت ارجع اشتغل لحالي. فهيك مرتاح الحمد لله. وين حتكون براس السنة؟ عطول سهراتك والعاني. ايه الحمد لله. عليك. وهي براس السنة وين حتكون؟ راس السنة حكون بالاوشن بلو جبال، وبمطعم النخيل بالضية، وبموسيقار كاستليك المحل اللي انا موجود فيه عطول. طب شو السر دايما حفلتك مولعة؟ اسم الله. هنعم من عند الله. هنعم من عند الله. الله عطيها نعمة حلوة الحمد لله. محبة العالم هي النجاح اساسا، اذا ما نجي للنجاح ولا نجاح الحفلة أساسها هي العالم. شو بتحس لما العالم تكون مندمجة معك ومبسوطة؟ بدك تحضريني؟ لا لا أكيد حأحضرك. كيف بتحسي شو عم بحس؟ لأنه شعوري ببقى غريب شوي، بنبسط بالعالم، العالم بتنفعل معي كثير الحمد لله، هيك الله عطيني نعمة إنه بقدر أكون قريب من الناس، فالناس اللي عم تحضرني عم تكون كثير منفعلة معي، عم تكون مبسوطة كثير بالأجواء. بنعرف إنه عندك علاقة كثير قوية مع توني حنا. استاذ اكيد توني حنا وفتح لك كل ارشيفه لك، ليش ما بنشوف ديو بين بي وابنه بطريقه جنونيه؟ ان شاء الله خير الموضوع، لانه بتعرفي انا يعني بلشت انطلقت بكم غنيه والله اعطاني هيك شوي زياده كثر خيره، فالظروف هيك ما عم تسمح انه نقدر نحضر لهذا الشيء، فعندي بعد كم شغله بدي اخلصهم وان شاء الله خير. شو اعمالك الجديده؟ كليب الجيش بينزل هلا قريبا. خلصته كليب غنية الجيش قوي الصوت، وعندي اغنية بتنزل قبل العيد كمان عم حضرها صار بالاستوديو اذا الله رد. بدك تضل سينجل او فكر انه بالبوم؟ لا افضل هيك بلا الالبوم. هلا حاليا ما بحسه انه اليوم عصر الالبوم، حضر الالبوم عم اشتغل على الالبوم كله، افضل منزل كل غنية تاخذ حقها بدل ما اعملهم بسيدي واحد. قبل ما ننهي لقائنا بدي اسالك ثلاث اسئله سريعه، جاهز؟ من شو بخاف اكثر شيء ربيع جميل؟ افقد حدا بحبه.
فنانة بتحب انك تعمل ديو معه؟ لكن في كثير اصوات بحبهم، في كثير اصوات موجودين بالسوق، بالسوق من اجمل الاصوات. فهذا الموضوع انا اساسا مش مفكر فيه حاليا. واذا فكرت بدي اسم كلهم اصدقائي وكلهم بحبهم. اسم كلهم في اصوات كثير هلا اكيد كلهم بحبهم وكلهم اصدقاء، بس اعطينا اسم. في نادين صعب اجمل اصوات، في في كثير، ما انسى حدا يعني، بعمل مع حيلا حدا صوته حلو وفنان ناجح انا مستعد. طب واسم فنان؟ استاذ توني حنا. توني حنا اكيد اذا الله رب. اذا صار في سمح لنا الوقت الله يطول بعمره يعني. الله يطول عمره. اكيد رح نحضر شيء. لكل المشاهدين اللي عم يتابعوك هلا شو بتحب توجه لهم؟ بدي وجه لك تحيه لك اول شيء. ثانك يو. بدي اقول لهم ان شاء الله على طول اكون عن حسن ظنهم، ان شاء الله اقدر على طول اقدم الاحلى وضلوا ضل هالمحبه موجوده بقلوبهم، لانه بلا محبتهم وبلا استمراريتهم معي ومتابعيني ما بقدر اوصل لمحل، ما بقدر اعمل شيء. في شيء سكوب حابب تحكيه؟ الاغنيه الجديده حكينا فيها قريبا. طب سمعنا شيء. في اشياء شو سمعنا؟ شيء اغنيه على ذوقك. يا بهالطقس الحلو كمان. تفضل. واحد من بين رفاقي بعتبرهم اخواتي، كان رفيق الطفولة مدرستي وذكرياتي، ما التقينا من مدي وبالصدفة لقيت حدي، صارت لسه ما تودي ضحكاته وضحكاتي. قال لي كيف حالك كيف اهلك كيف عيون الحبايب، وسألته اذا كان تزوج ولا عاشق او خاطب، لكن ما جاوب دغري صدمني صدمة عمري، لكن ما جاوب دغري صدمني صدمة عمري. او فرجاني صورة اليك قال لي هيدي حياتي، قال لي هيدي حياتي. الله شو هالصوت الجبل القوي. مع انه علي تعب شوي بس اسم الله عليك. لا اكيد بدي اشكرك واشكر وجودك معي اليوم بهالحلقه الحلوه. مشاهدينا ان شاء الله تكون حلقتنا على هواكم، وباي باي.